لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الدكتور يحيى الطائي الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. زار ترامب العراق في زيارة سرية دون استئذان ودون لقاء مع أي مسؤول حكومي، ما هي الرسائل التي حملتها هذه الزيارة برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة رغم أنه الزيارة قصيرة جدا لم تتجاوز الثلاث ساعات وقليل، لكنها حملت رسائل أكبر من حجم الزمن الذي بقاه ترامب في قاعدة عين الأسد. رسائل كثيرة، منها رسائل على يعني سواء على الجانب المحلي أو على الجانب الإقليمي. الزيارة وما أحاطها من سرية تامة، وحتى البيت الأبيض لم ينشر خبر زيارة الرئيس ترامب إلا مع مغادرة طائرة ترامب الأجواء العراقية. وترامب يعني عندما تحدث وصف الطائرة التي أقلته يعني إلى قاعدة عين الأسد بأنها مغلقة ومظلمة، ويعني هذه أدلة كثيرة تشير على فقدان الأمن والأمان. المسألة الأخرى، الرسالة الأخرى، بأن هذه الطائرة طائرة رئاسية، ومن المعروف يعني عالميا عندما تمر طائرة رئاسية في أجواء أي بلد يقوم القائد العام للقوات المسلحة بإصدار أمرا شديدا يسمى بين هلالين تقييد الأسلحة، بمعنى حتى لم تتعرض هذه الطائرة لأي شيء. طيب كيف دخلت هذه الطائرة ولم يعلم بها لا قائد القائد العام للقوات المسلحة ولا الحكومة العراقية؟ إذن هذا يعطي إشارة واضحة بأن لا توجد سيادة جوية في العراق لأي قطعة عسكرية عراقية، وإنما السيادة الحقيقية هي للقوات الأمريكية، وهذا كنا نقوله دائما وكان واضحا جليا عندما حصلت معارك الموصل. ومن وفر الغطاء الجوي للميليشيات، من وفر الغطاء الجوي لقاسم سليماني وغيره، كانت هي الطائرات الأمريكية والطائرات التحالفية التي توفر الغطاء. أكدتم في نعم تفضل دكتور. إذن موضوع السيادة هو مجرد وهم، لا توجد سيادة لهذا البلد. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، وهذه مهمة جدا، عندما يقول ترامب من المحزن جدا أن تنفق 7 تريليونات في الشرق الأوسط وأن يتطلب الذهاب إلى هناك، كل هذه السرية والهالة والطائرات تحولك وأعظم المعدات في العالم، وأن تفعل كل شيء كي تدخلها سالما. فهذا اعتراف ضمني من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم فشلوا في العراق في أن يكون العراق بلدا آمنا مستقرا كما كانوا يسوقون هذا سابقا. كنتم قد أكدتم في هيئة علماء المسلمين أن الزيارة تمثل استخفافا بأدوات الاحتلال، إلى أي مدى تكرس الحكومات المتعاقبة في المنطقة الخضراء للاحتلال؟ بالتأكيد يعني هذا الذي حصل. أمريكا لا تنظر إلى هؤلاء حكومة مستقلة أو بلد مستقل، وإنما تنظر مجرد خدم لمشروع أمريكي إيراني في المنطقة، فبالتالي هي لا تعير لهم بالا ولا تعير لهم اهتماما. وهكذا يعني وصرح نفسه ترامب في نفس هذا، ماذا قال؟ قال بأننا يعني لا توجد أين يستحب القوات الأمريكية. إذن القوات الأمريكية لا تزال موجودة، إن عملية الانسحاب المزعومة التي طورتها الولايات المتحدة الأمريكية ما كانت إلا عملية إيهام بين هلالين، إيهام للشعب العراقي وللشعب الأمريكي للتخلص من ورطة الخسائر الكبيرة التي كانت يعني تحصل للقوات الأمريكية في العراق. فإذا عندما نبحث عن سيادة العراق، السيادة والكرامة لا تتجزأ، يجب أن تكون السيادة على كامل الوطن، كامل الأرض العراق، كامل أجواء العراق. الآن العراق مستباح من الشرق ومن الغرب، فبالتالي عن أي سيادة يتحدث أستاذة؟ عن أي كرامة لهذا البلد يتحدثون أستاذة في ظل وجود الاحتلال الذي يكون هو صاحب القرار وهو صاحب اليد الطولة في العراق؟ كيف تقيمون ردود فعل الحكومة في بغداد بعد الحرج الذي أوقعهم فيه ترامب، وما مصير هذه السيادة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل؟ يعني بالتأكيد هذه التصريحات جوفاء يعني لا قيمة لها، والكل يعلم بأن هذه التصريحات يعني هم غير مقتنعين. يعني أكثر الذين صرحوا بهذه التصريحات، الطائرات الأمريكية التي تحميهم، القوات الأمريكية هي التي توفر لهم الغطاء الجوي. يعني عندما جاء أحمد نجاد إلى العراق، من وفر له الحماية الجوية؟ ومن ما هي السيارة التي نقلته من المطار إلى مكان الضيافة؟ ألم تكن الهامرات الأمريكية والطائرات الأمريكية؟
فإذا عندما نتحدث عن سيادة وعن غيرها هذا يعني وهم لا يمكن لأي عاقل أن يصدقه. ثمة حديث في مجلس النواب حاليا عن مساعي لقانون يقضي بسحب القوات الأمريكية واعتذار من السفير الأمريكي على خرق السيادة العراقية، ما مدى واقعية ذلك على الأرض؟ هاي زوبعة في فنجان كما يقولون أختي الكريمة، هم لا يستطيعون أن يفعلون شيئا. المنطقة الخضراء من أنشأها؟ من عملها؟ من الآن يوفر لها الغطاء؟ أليست القوات الأمريكية؟ فبالتالي هذه مجرد تسويق للإعلام وذر الرماد في العيون ومن أجل إقناع البعض حتى يقتنع أن هناك فعلا سيادة وهناك فعلا ديمقراطية بحيث البرلمان يتحدث ويتكلم، لكن على أرض الواقع لن يتغير شيئا وستبقى أمريكا في العراق. بل وصرح ترامب في نفس الزيارة بأن ربما سيكون العراق منطلقا لهجمات على بلدان مجاورة كسوريا وغيرها، وهذا خطر جديد سيقع على العراق والعراقيين. إلى أي مدى تظنون أن هذه الزيارة تأتي ضمن تصعيد ترامب ضد إيران، لا سيما بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا؟ يعني بالتأكيد أختي العزيزة هناك ملفات كثيرة في المنطقة، والمنطقة كما تعلمون منطقة الشرق الأوسط منطقة متداخلة الملفات فيها كثيرة. لكن هناك مسألة مهمة جدا عندما ننظر إلى الواقع العراقي. في واقع العراق هناك عملية تخادم وتوافق أمريكي إيران على ما يحصل في العراق، فبالتالي أمريكا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجعل هناك تصادما بين المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي في العراق. هناك هنا متوافقون، أما الخلافات الأخرى فهي لا تعدو أن تكون خلافات في حدود الصلاحيات بكلا المجامع التي تكون موجودة هنا أو في سوريا أو في غيرها. شكرا جزيلا لكم الناطق باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور يحيى الطائي، كنت معنا عبر الهاتف.